حاليا مصر بتنظم البطولة العربية لألعاب القوى واللي بيتم تدشينها بمشاركة 12 دولة عربية. كمان البطولة بيتم تنظيمها بحضور الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للعبة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر. معانا على تليفون كابتن مجدي عبد البديع، عضو مجلس الاتحاد المصري لألعاب القوى. صباح الخير عليك يا كابتن. صباح الخير يا محمد بيه. يا أهلا بيك. الحمد لله يا فندم. أهلا بخير. بيك يا فندم. الله يبارك في حضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية لحضرتك توضح لنا تفاصيل عن منافسات البطولة وكمان الأعمار اللي بتشارك في هذه المنافسات. الأول صباح الخير يا مصر، من قناتكم الحبيبة القناة الأولى قناة مصر. عايز أقول إن إحنا بننظم أكبر حدث موجود اللي هو بطولة تحت 23 سنة. بننظم البطولة دي، بعد ال 20 سنة ما يبقاش فيه اللاعب ال 20 سنة بيبقى طالع بيشترك على طول مع اللاعيبة الكبار اللي هم لعيبة الدرجة الأولى. ففي المرحلة ما بين الدرجة الأولى وال 20 سنة اللعيبة بتاعتنا بتبقى لسه خبراتهم مش كبيرة. المنافسات بتاعتهم لما بيروحوا مع فريق الدرجة الأولى في البطولات الدولية مع الكبار ما بيحققوش النتائج، وبيحصل عمليات نفسية للعيبة إن هم ما بيحققوش الرقم. فالاتحادات الدولية والاتحاد العربي عمل بطولة فاصلة سموها البطولة العربية تحت 23 سنة. جيل تاني مرة بتتنظم، أول مرة تنظمت في تونس. والبطولة التانية طبعا من ثقة الاتحاد العربي إن مصر تاخد ثلاث بطولات ورا بعض. خدنا بطولة تحت 20 سنة في شهر 5، وخدنا بطولة البحر المتوسط 23 سنة نظمتها مصر، وكان تنظيم فوق الروعة وتنظيم هائل وبتعاون مثمر مع وزارة الشباب والرياضة. عايز أقول إن بطولة 23 سنة المرة دي إحنا المرة الثالثة بننظم ثلاث أحداث دولية في خلال 60 يوم. ده بيعتبر إنجاز للاتحاد المصري لألعاب القوى واللاعب. زي ما قلت لحضرتك إن بطولة 23 هي المرحلة ما بين الدرجة الأولى 20 سنة، وبنحافظ على لاعبتنا الأبطال الدوليين اللي طالعين من مرحلة الشباب والشابات إنهم ينافسوا في منافسة في أعمارهم السنية ويكونوا ياخدوا الخبرة من هذه البطولة يعني. بالظبط يا فندم، وفي نفس الوقت ما بنروحوش لمرحله المفرمه فوق، انت عارف بطولات الدرجه الاولى مفهوم طبعا بقى خبرات طويله واعمار سنيه مختلفه وخبرات كبيره. كانوا بيبقى في الفتره دي ما بين الدرجه الاولى و20 سنه بتبقى اللعيبه مش قويه، بيروحوا لمنافسات اصعب وازمنه صعبه مع الفريق الاول، فبنأهلهم نفسيا عشان لما يوصلوا للفريق الاول يكونوا جاهزين. بالظبط يا فندم، بياخدوا مرحلتهم السنيه لسنتين او ثلاث اعوام، بيلعبوا ثلاث مرات على مستوى الدرجه الاولى، بيبقى الاحتكاك معاهم، بيبقى خدوا الخبره الكافيه انهم يشاركوا مع الاعمار السنيه الاكبر. طب يا فندم، بما ان حضرتك تطرقت لفكره تنظيم مصر لبطولات كبيره حقيقه في الفتره الاخيره، مصر بقت بتستضيف بالفعل بطولات رياضيه كبيره جدا، عايز اعرف من حضرتك ايه المقومات اللي على اساسها تم اختيار مصر لتنظيم هذه البطوله؟ أولا فندم، إحنا نظمنا البطولة العربية لاختراق الضاحية السنة اللي فاتت، ونظمناها على ملعب استاد القاهرة على الملعب المفتوح. فمن بعدها لفتنا نظر الاتحاد العربي والدول العربية في إن إحنا قادرين ننظم سباقات بتنظيم جيد وبشهادة قوية من كل الدول العربية. بناء عليه اجتمع الاتحاد العربي وعطانا اول حاجه بطوله 20 سنه للشباب والشابات، عملناها في مدينه الاسماعيليه. مدينه الاسماعيليه مدينه السحر والجمال، الهواء النقي زي حضرتك، الاقامه على مستوى عالي في في الفنادق بتاعتنا اللي بسم الله ما شاء الله اللي في وجود قياده سياسيه عاليه. بقى عندنا ملعب زي ملعب استاد قناه السويس، استاد عالمي معتمد من الاتحاد الدولي، مش موجود يمكن في الوطن العربي ولا في افريقيا. استاد من احسن الاستادات الموجوده باشاده الجميع، ارضيه ملعب ومضمار على مستوى عالي، درجات على مستوى عاليه، مناخ طيب، جو متميز، تنظيم جيد من الاتحاد المصري، حكام على اعلى مستوى. كل مقومات نجاح البطوله والشد والجذب اللي موجود في مصر مش موجود في اي حته ثانيه. عظيم جدا. طيب ايه هي المعايير يا فندم اللي على اساسها تم اختيار المشاركين والمنافسين في هذه البطوله؟ هل السن ولا في عوامل اخرى؟ حضرتك رقم واحد ارتباطنا بالسن ولوائح
السن. والحاجه الثانيه الارقام. انت حضرتك بتتكلم على المنتخب المصري. تمام. احنا عندنا 24 لاعب و24 لاعبه في كل ايفنت حاطين لاعب وفي كل لاعب ولاعبه. فبدايه احنا بسم الله ما شاء الله امبارح بس لو هنتكلم على النتائج امبارح احنا عاملين 8 ميداليات 4 ذهب 3 ذهب انا اسف و3 برونز و3 فضه و2 برونز ده اليوم الاول. انجاز مصر امبارح في الافتتاحيه كده بسم الله ما شاء الله بنحاول ان احنا ننافس على المركز الاول ده باختيار لاعبتنا المتفوقين بالزمن اللي بتحققه اللعيبه في بطولات الجمهوريه بتم اختيار المنتخب الرعايه اللي بيرعاها اتحاد العاب القوى لابطالنا وبطلاتنا برضه بنتفرج للرمي برضه احنا بناخد اللعيبه بتاعت الرمي برضه بالمسافه الاول على الجمهوريه بيتم ضم المنتخب مصر وعلى هذا الاساس طبعا ممكن تكون لعيبه طالعه الاولى وما بتحققش رقم ده بنستبعدها لان مش عايزين يبقى شكلنا مش تمام واحنا بننظر بطوله زي دي بنعتمد رقم واحد على الزمن والمسافه والمستوى اللي ممكن يحقق بيه اللاعب نتيجه طيبه باسم مصر. طبعا احنا بنتمنى كل التوفيق لابطالنا باذن الله وبشكرك شكرا جزيلا كابتن مجدي عبد البديع عضو مجلس الاتحاد المصري لالعاب القوى شكرا لحضرتك يا فندم.